هذه المرة سنبدأ جولة مع مراسلين في محافظات مصرية مختلفة لنسلط معهم الضوء على آخر التطورات الجارية في هذه المحافظات، طبيعة ما تم استيفاؤه من إجراءات واشتراطات لازمة في ضوء ما أعلن من إجراءات احترازية من قبل الحكومة حتى نهاية هذا الشهر، أو بالأحرى حتى 30 مايو. من محافظة الجيزة تنضم إلينا شيرين مجدي، وكذلك من المنوفية ينضم إلينا إبراهيم عزت، ومن الشرقية عوض الغنام. أرحب بالجميع على أن ينضم إلينا في وقت لاحق أيضا زملاء آخرون. البداية من محافظة الجيزة مع شيرين التي سترصد لنا آخر ما تم اتخاذه من إجراءات في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. تفضلي شيرين. بالفعل نوجه عناية السادة المشاهدين في البداية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ارتدي الكمامة وحافظ على المسافات البينية بينك وبين الآخرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. بالفعل أنا متواجدة من أعلى كوبري الجلاء بمحافظة الجيزة، والذي يعد واحدا من المتنزهات بالنسبة للمصريين في الأعياد والأيام العادية، للفرصة للتمشية والاستمتاع بمنظر النيل الخلاب والتقاط الصور التذكارية. لكن لليوم الثالث على التوالي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بيختلف المشهد تماما عن الأيام العادية والأعياد السابقة، حيث يكاد يخلو هذا الكوبري من المواطنين ولا يوجد عليه أي تجمعات تذكر، التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. أيضا المراكب النيلية كما توضحها الصورة من خلفي نجدها مرساة في أماكنها ولا يوجد عليها أي مواطنين أو أي تجمعات بالمرة. كذلك أيضا موقف الأتوبيس النهري هو الآخر خالي من المواطنين، كل ذلك التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ربما هذا هو الوضع بالنسبة من أعلى كوبري الجلاء. أما بالنسبة للمحافظة محافظة الجيزة بشكل عام، فقد رصدنا المحال التجارية جميعها مغلق تماما أمام المواطنين ما عدا السوبر ماركت والصيدليات، وأيضا المخابز هي التي تقدم خدماتها فقط للمواطنين طبقا للقرار الخاص بمجلس الوزراء. أيضا المطاعم نجدها يعني مقتصرة فقط فيها الخدمات على خدمة التيكاوي، وذلك حتى الخامسة من مساء اليوم، وهو يعني الساعة الخامسة هي بدء قرار حظر حركة المواطنين، وبعد ذلك بتقتصر فيها الخدمة على توصيل المنازل توصيل الخدمة إلى منازل المواطنين. أما أيضا بالنسبة لوسائل النقل العامة أو النقل الجماعي هي أيضا متوقفة في محافظة الجيزة كما هو الحال في باقي محافظات الجمهورية، حالة من الهدوء النسبي بتسود المحافظة. نجد أن حركة المرورية حتى في شوارع محافظة الجيزة تكاد تكون من خفيفة إلى متوسطة. ربما هذا هو المشهد لدي، وبالعودة إليكم للاستوديو مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا شيرين مجدي حتى الساعة، منضمة إلينا على الهواء مباشرة من محافظة الجيزة تحديدا من أعلى كوبري الجلاء.